أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة نفحة. لقد أخبرنا الله عز وجل في القرآن الكريم بالكثير من أخبار أهل الأرض السابقين لنأخذ من خبرهم العظة والعبرة لا للتسلية والترفية، فمنهم من كان رمزا للكفر والضلال، ومنهم من كان رمزا للعلم والإيمان. لذا سنعرض عليكم اليوم إن شاء الله في قناة نفحة أشهر وأروع ما جاء من أخبار القرآن عن أهل الأرض السابقين، ونبدأ مع أصحاب الرس. أولاً، من هم أصحاب الرس؟ أصحاب الرس هم قوم ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. ولكن اختلف العلماء في تحديد قوم أصحاب الرس الذين ذكرتهم الآية الكريمة، فمنهم من قال إن أصحاب الرس هم أصحاب ياسين المذكورون في سورة ياسين، وهناك من قال إنهم أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم، قال تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ولكن جميعهم اتفقوا على أنهم قوم كفروا بالله عز وجل وعبدوا غيره وكفروا بنبيهم، فكان عقاب الله عز وجل لهم بأشد أنواع العذاب. وتبدأ قصة أصحاب الرس في إحدى القرى التي تطل على شاطئ نهر في بلاد المشرق يقال له نهر الرس، نسبة إلى قريتهم، وكان لهم 12 قرية تطل على هذا النهر. وكان هؤلاء القوم يعبدون شجرة صنوبر كان قد غرسها يافث بن نوح عليه السلام في إحدى قراهم، ولكن بعد أن كثرت أعدادهم وتعددت قراهم وشق عليهم الذهاب إلى القرية التي بها الشجرة، أخذوا من تلك الشجرة حبة وغرسوها في كل قرية من قراهم، ثم أجروا نهرا لتلك العيون مأخوذة من العين الموجودة عند الصنوبرة الرئيسية، فنبتت حبة في كل قرية وصارت شجرة عظيمة، فحرموا ماء العيون التي كانت تسقي تلك الأشجار تقديسا لها، فكانوا لا يشربون منها ولا يشربون أنعامهم، ومن فعل ذلك منهم قتلوه. وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن تلك العيون التي تروي شجر الصنوبر هي حياة آلهتهم، لذلك قالوا لا يجب الشرب من مصدر حياة الآلهة التي يعتقدون بها، وكانوا يشربونهم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم. وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدا، فكانوا يقدمون لتلك الأشجار القرابين، فكان لكل قرية شهر يحتفلون فيه، فكانوا يحتفلون بعدد أشهر العام بأكمله، إذ كانوا يذبحون الذبائح ويشعلون فيها النيران، وإذا بلغ دخانها عنان السماء واختفت الشجرة من أثر الدخان، قاموا بالسجود وهم يبكون، يتضرعون إلى الشجرة كي ترضى عنهم. وقبل كان الشيطان يأتيهم وهم يتوسلون، ومن ثم يقوم بتحريك أغصان الشجرة، ثم يصيح الشيطان صياح الصبي ويقول لهم: إني قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا. حينها يرقصون ويهللون شاربين الخمر وعازفين، ويستمرون على هذه الحال طوال اليوم والليل، حتى إذا جاء يوم عيد قريتهم العظمى، فكان هذا اليوم هو عيدهم الأكبر والذي يقام بالقرية العظمى والتي يوجد بها شجرة الصنوبر الرئيسية والعين المتفرع منها باقي الأعين. فكان يحضر هذا العيد كل صغير وكبير من جميع القرى، وكانوا يصنعون عند الشجرة سرادقا من ديباج له 12 بابا لكل قرية باب، فيسجدون لشجرة الصنوبر من خارج السرادق، ثم يأتون بشاة وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة، ويقربون لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة التي في قراهم،
ويشعلون فيها النيران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء، خروا سجدا يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم. فيجيء إبليس ككل مرة بنفسه عند تلك الشجرة وهم على حالهم هذه، فيحرك إبليس الشجرة تحريكا شديدا، ويتكلم من جوفها كلاما جهوريا يسمعه كل القوم، ويقول: إني قد رضيت عنكم عبادي، فطيبوا نفسا وقروا عينا. ويعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعدتهم الشياطين في كل قرية، فيرفعون رؤوسهم عند ذلك ويشربون الخمر ويضربون المعازف، فيكونون على ذلك 12 يوما بلياليهن بعدد أعيادهم سائر السنة، ثم ينصرفون. فلما طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره، بعث الله عز وجل لهم نبيا قيل إنه من بني إسرائيل من ولد يهود بن يعقوب، فلبث فيهم زمانا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك عبادة الأشجار والشيطان، ولكنهم لم يستجيبوا له واستهزأوا به وقالوا له: أتريدنا أن نترك ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا؟ فقال لهم نبيهم: يا قوم إنهم كانوا في ضلال مبين، وإن لم تكفوا عن ذلك سيحل عليكم عذاب أليم. لكنهم لم يستمعوا له وقالوا له: سواء علينا أوعظتنا أم لم تعظنا، لن نؤمن لك. هنا تأكد نبي الله أنهم لن يؤمنوا، فقد تمكن الكفر من قلوبهم، خصوصا بعد أن حضر أحد أعيادهم، أحد أعياد قريتهم العظمى، ورأى ما يحدث بها من كفر وشرك وفجور، وأنهم كل عام يزداد كفرهم عن العام الذي سبقه، فحاول جاهدا تذكيرهم بالله وإبعادهم عن هذا الضلال المبين، لكن هذه المرة هددوه بالقتل إن لم يتوقف عن دعوته لهم. وهنا علم أن هؤلاء القوم لن يؤمن منهم أحد، بل سيزيد كفرهم، فدعا عليهم قائلا: يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي، وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع، اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك. فما أصبح القوم في اليوم التالي إلا وقد أيبس الله شجرهم كله، فصدم القوم مما حدث، وانقسموا فرقتين، فرقة قالت: سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض إليكم ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى إلهه، وفرقة قالت: لا، بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويدعوكم إلى عبادة غيرها، فحجب حسنها وبهاؤها لكي تغضبوا لها. فأجمعوا رأيهم على الانتصار لشجرهم على قتله، فاتخذوا أنابيب طوالا ونزحوا الماء من العين الرئيسة لقراهم عند الشجرة الكبيرة، ثم حفروا في قرارها بئرا ضيقة المدخل عميقة، وأرسلوا فيها نبيهم، ثم سدوا البئر بصخرة عظيمة، وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من يعيب فيها ويصد عن عبادتها، ودفناه تحت كبيرها، فيتشفى منه فيعود لنا نورها ونضرتها كما كانت. فبقوا بقية يومهم يرقصون ويلعبون، وهم يسمعون بآذانهم أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول: إلهي قد ترى ضيق مكاني وشدة كربي، فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي، وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات. فقال الله جل وعلا لجبرائيل عليه السلام: أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي؟ وإني حلفت بعزتي لأجعلنهم نكالا وعبرة للعالمين. فما أصبحوا حتى أرسل الله عز وجل عليهم ريحا عاصفا شديد الحمرة، فتحيروا في هذه الريح وذعروا منها، فماج بعضهم في بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، ثم أظلتهم سحابة سوداء،
فألقت عليهم حجارة ملتهبة أذابت أجسادهم كما يذوب الرصاص بالنار، فماتوا جميعا كموت نفس واحدة بأشد أنواع العذاب على مر التاريخ، عقابا لهم على كفرهم وقتلهم نبيهم بغير حق. وننتقل الآن إلى قصة أصحاب الصريم. أولا، من هم أصحاب الصريم؟ أصحاب الصريم هم قوم من العرب سكنوا قرية باليمن يقال لها ضروان، وكان من بينهم رجل صالح مؤمنا بالله عز وجل، أنعم الله عز وجل عليه بالخير والرزق الكثير، فكان له بستان كبير مثمر ذو خير وفير. وكان هذا الرجل دائم الشكر على نعم الله عز وجل، فقد كان يقسم ثمار بستانه على ثلاثة أقسام متساوية تماما، ثلث يوزعه على الفقراء والمساكين، وثلث له ولأهل بيته، والجزء الأخير يستخدمه في زراعة الأرض. وكان يوزع هذه الصدقات والأثلاث بشكل منتظم، فمع كل حصاد لكل موسم للثمار كان يفيض إليه جماعات الفقراء، فقد عودهم على ذلك كل عام، فكان يعطيهم نصيبا وافرا، وهذا يملأ مكتله وذاك يحمل في ثيابه، إلا إن أبناءه لم يطيقوا صبرا بما رأوا من والدهم، حيث رأوا مال أبيهم موزعا بين الفقراء والمساكين، فأنكروا على أبيهم ذلك، فقال لهم: ما أراكم إلا خاطئين، ما هذا المال الذي تريدون أن تستأثروا به؟ إنه مالي وليس مالكم، إنما هو مال الله عز وجل مكنني فيه وأمنني عليه، فللفقراء والمساكين حقهم، وأنفذت فيه حكم الله تعالى، والمال بهذا يزكو ويزيد، وقد اعتدت ذلك منذ شبابي، والتزمتها رجلا وكهلا، فكيف بي أن أتركها اليوم شيخا كبيرا فانيا؟ فعلى مهلكم يا أبنائي، فشعري كما ترون قد شاب، وجسمي قد نحل، وعودي قد ذوي، والأسقام أخذت سبيلها إلي، ولن ألبث إلا قليلا حتى ألقى الله عز وجل، وإنكم سترثون من بعدي البستان والمال والنعيم والشاء، وأنتم حينها بين أمرين، إن أنفقتم فإن الله عز وجل وعد من أنفق خلفا، وإن بخلتم فإن الله تبارك وتعالى قد أنذر ممسكا تلفا، وله فيكم أمر هو بالغه سبحانه. ومضت الأيام سراعة حتى اشتد المرض بالشيخ الكبير، وأحس بدنو أجله، فأحضر أبناءه وأوصاهم ألا ينسوا حقوق الفقراء من بساتينهم، فما إن مات الرجل وورث البستان أبناؤه الخمسة، حتى اجتمعوا ليتفقوا على أن يكون كل ما ينتجه البستان لهم وحدهم، وألا يفعلوا كما كان يفعل أبوهم من توزيع المحاصيل للفقراء والمساكين. فقال قائل منهم: لم يعد بعد اليوم في البستان حق لسائل أو فقير، ولكل منا نصيبه، يثمره إذا شاء، ويخزن منه ما يشاء، إننا لو فعلنا ذلك فإن شأننا سيعلو وما لنا سيزيد. ولما ذهبوا إلى بستانهم يتفقدون شأنه ويرون محصوله، حتى وجدوا أن حجم المحصول قد تضاعف عدة مرات بشكل لم يروه من قبل، فكان ذلك اختبارا لهم من الله عز وجل. ولكنهم عندما رأوا كل هذا الخير افتتنوا به، فبدلا من أن يشكروا نعمة الله عز وجل بخلوا وقالوا: والله لنمنعن الناس منها. لدرجة أن أحد الأبناء قال: لقد كان أبونا أحمقا، إذ كان يوزع ثلثي تلك الثمار والمحاصيل الوفيرة على الفقراء والمساكين، فلو ادخرها لنا لكنا الآن أغنى الناس مالا. وهنا قال أخوهم الأوسط، أو أخوهم الأعقل والأحكم، أي كان أعدلهم وأحسنهم طريقة وفكرا، قال لهم ناصحا: يا إخوتي لا تفعلوا ذلك، وسيروا على نهج أبيكم، فقد بارك الله عز وجل في بستاننا بفضل الله علينا وبفضل تلك الصدقات التي كان يخرجها أبونا. فقالوا له: إنه مالنا وليس لأحد حق فيه. فقال أوسطهم: بل إنه مال الله، وقد استودعنا الله عز وجل إياه كما كان يقول أبونا، وللفقراء نصيب فيه. ولكنهم رفضوا ذلك، فاشتد الجدال بينهم وطال الحوار. ولما أكثر أخوهم جدالهم لمنعهم عن فعل ما يقولون، ضربوه وهددوه إن لم يتوقف عن هذا
لن يأخذ شيئا من ثمارهم، فاضطر على مكرهة منه على مجاراتهم. ومن هنا قرروا سويا منع توزيع الصدقات من أجل مضاعفة أموالهم الخاصة كما يتوهمون، ثم اتفقوا على أن يبكروا إلى جنتهم لئلا يراهم أحد، وأن يأخذوا كل ما فيها من فواكه وثمار قبل أن ينتبه الفقراء والمساكين. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فنام الأخوة هذه الليلة وهم على خطتهم ومكرهم، ولكن الله عز وجل كان لعلمهم ومكرهم بالمرصاد، فما إن جن عليهم الليل حتى أرسل الله عز وجل على حديقتهم صاعقة من السماء، وقيل أتت ريح شديدة فيها نار شديدة أحرقت الجنة وثمارها عن بكرة أبيها، فتلف المحصول كله في الحال بأمر الله الواحد القهار، وجعلت النار تلك الجنة أرضا خاوية مدمرة محترقة لا تصلح للزراعة من جديد، وأصبحت سوداء كالليل الأسود البهيم الذي انصرم الضياء والنور منه. قال تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. والطائف هي آفة سماوية أصابتها حتى اسودت وأظلمت، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احترقت الجنة فأصبحت الثمار منكمشة وتلفت من قلبها، وذبلت أوراقها واسود ورقها فأصبحت كالمحترقة. وقبل شروق الشمس استيقظ الأخوة لكي يذهبوا إلى جنتهم فيحصدوا الثمار قبل أن يراهم أي أحد من الفقراء، فأيقظوا أنفسهم سرا حتى لا يسمعهم الفقراء والمساكين، ثم خرجوا إلى بساتينهم خفية وهم يتخافتون حتى لا يسمع بهم أي أحد. فقد كان أبوهم يخبر الفقراء بموعد الحصاد وينادي عليهم ليذهبوا معه إلى البستان وليأخذ كل واحد منهم ما تشتهيه نفسه. وبينما الأخوة في الطريق خافوا أن يذهب أخوهم الأوسط ليخبر الفقراء والمساكين، فأقسموا بالله ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وهم يعلمون أن أخاهم الأوسط سيبر بقسمهم ويطيعهم، وذهبوا إلى البستان وهم عازمون على منع الزكاة وحرمان الفقراء. وكان كل واحد منهم يخطط ماذا سيفعل بتلك الأموال التي سيحصل عليها بعد بيع الزروع والثمار، وما يدري هؤلاء ما فعل الله عز وجل بجنتهم وثمارهم. قال الله تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما ساروا حتى وصلوا إلى البستان كانت تنتظرهم المفاجأة التي لا تخطر على قلب بشر، فما إن وصلوا حتى وجدوا البستان محترقا وقد أصبحت كل الزروع والثمار سوداء، فظنوا في بداية الأمر أنهم قد ضلوا الطريق ودخلوا بستانا غير بستانهم من هول ما رأوه. قال الله تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فأول ما رأت أعينهم ما قد حدث أنكرت أعينهم وأنفسهم ما رأوا وقالوا لقد أخطأنا الطريق، فأخذوا يبحثون في كل مكان عن جنتهم وهم غير مصدقين ما رأوه بأعينهم، فذهبوا وبحثوا في كل مكان فتأكدوا أن هذا حقا هو بستانهم وأنهم لم يخطئوا الطريق.
وإنهم قد أصابهم عذاب من عند الله عز وجل، فأحرق جنتهم وأصابها وصارت سوداء قاحلة. فحرمهم الله عز وجل بسوء فعلهم من تلك الثمار والزروع بسبب سوء نيتهم وبسبب ظلمهم للفقراء والمساكين. قال تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وهنا علموا أن الله تعالى كان يبارك جنتهم بسبب إنفاق والدهم على الفقراء والمساكين، وهذا حق الله عز وجل للفقراء، فلما منعوه منع الله عز وجل خيره عنهم. وهنا تحدث شقيقهم الأوسط الذي كان قد حذرهم من منع الفقراء حقهم ومغبة ذلك، وقال لهم: ألم أقل لكم أن تشكروا الله على ما آتاكم وأن تسبحوه جل في علاه وألا تظلموا أنفسكم بمنع حق الفقراء من ثمار جنتنا حتى يبارك الله عز وجل لنا فيها كما بارك لنا فيها في عهد والدنا. قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فندم الأخوة على ما فكروا فيه وخططوا لفعله، أخذوا يلومون أنفسهم على ما فعلوا، فهذا يقول لأخيه: أنت من أخبرتنا بعدم الإنفاق وأن والدنا كان مخطئا، والآخر يقول: بل أنت من أعجبك حديثي ولم تمنعني. وهكذا يحاول كل منهم أن يرمي الأمر على الآخر، حتى علموا أن جميعهم أذنب وأخطأ في حق أنفسهم بمنع حق الله عز وجل للفقراء، وأيقنوا أن الصدقات التي كان يخرجها والدهم للفقراء والمساكين هي ما كان الله عز وجل يبارك لهم بها في جنتهم وثمارهم، فاستغفروا الله تعالى على ظلمهم عسى أن يغفر لهم وأن يعوضهم خيرا منها. قال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. وقيل إنهم لما استغفروا ربهم عز وجل ودعوا الله تعالى أن يبدلهم خيرا منها وصدقوا الله تعالى على أن يفعلوا مثل والدهم ويعطوا الفقراء حقهم، قيل إنه قد أبدلهم الله عز وجل جنة خيرا منها، وقيل بل هي في الآخرة. ثم ختم الله عز وجل قصتهم بقوله: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أي إنه مثل الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك جنتهم بسبب جحودهم لنعمتنا، سيكون عذابنا كذلك لمن خالف أمرنا من كبار قريش ومن مشركي مكة وغيرهم. فقد ذكر الله عز وجل هذه القصة في القرآن الكريم عبرة ضربها لأهل قريش الذين كفروا بدعوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة سواء في الطعام أو الثمرات أو في الأمن. لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن عقوبة الله تعالى لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنيا لارتدعوا وتابوا وأنابوا ورجعوا، ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. وننتقل الآن إلى قصة أصحاب السبت. أصحاب السبت هم قوم من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدين يقال لها أيلة. أنعم الله عز وجل عليهم بالخير والرزق الوفير، وبسبب موقعهم الساحلي المتميز هذا كان جميع أهل القرية يعملون في صيد الأسماك، وظل سكان هذه القرية في نعيم ورخاء إلى أن جاء ذلك اليوم.
الذي طلبوا فيه من نبي لهم، قيل إنه نبي الله داود عليه السلام، طلبوا منه أن يجعل الله عز وجل لهم يوما للعبادة يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل وحده، ولا يمارسوا فيه أي عمل دنيوي. فدعا نبيهم ربه عز وجل أن يجعل لهم يوما يعبدون فيه الله تعالى ويتخذونه عيدا لهم، فاستجاب الله عز وجل لنبيه وجعل لهم يوما من أيام الأسبوع وهو يوم الجمعة، فاعترضوا على هذا اليوم وطلبوا من نبيهم أن يسأل الله عز وجل يوما غيره، قالوا وهذا لأن ذلك اليوم كان أكثر أيام الأسبوع رزقا لهم، فدعا نبيهم ربه عز وجل أن يغير لهم هذا اليوم الجمعة، فاستجاب الله عز وجل له وأعطاهم يوما غيره، قيل إنهم اعترضوا أيضا وطلبوا يوما غيره، فدعا نبيهم مرة أخرى وظلوا يعترضون حتى أمرهم الله عز وجل بأن يتخذوا يوم السبت يوما للعبادة وعيدا لهم بعد ذلك، وحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، ومن يفعل ذلك يقع عليه العذاب الأليم، فوافقوا على ذلك الشرط وقالوا نعم، إن هذا أفضل يوم نعبد الله عز وجل فيه، فالرزق قليل ولا ضير في ترك العمل والتفرغ للعبادة. وبالفعل عاهدوا نبيهم على ذلك وانصرفوا، وما إن جاء ذلك اليوم الموعود حتى انقلبت الآية فتنة لهم، فما إن أصبح يوم السبت حتى وجدوا الأسماك تملأ البحر، لدرجة أن الأسماك غطت على المياه وخرجت على الشاطئ من كثرتها، فلا يبقى حوت في البحر إلا اجتمع هناك، فكان هذا اليوم يوم السبت هو أكثر أيام الأسبوع رزقا، وعندما ينقضي السبت تتفرق الأسماك في البحر ثانية، فلا يبقى منهم شيء بقية أيام الأسبوع ولا يرون منها إلا القليل، فبدأ الخير يقل حتى شح الرزق، وكان ذلك اختبارا من الله عز وجل لهم بعد اعتراضهم على الله عز وجل واختياره لهم، ليختبر إيمانهم وطاعتهم، وليرى سبحانه من منهم سيصبر ومن سيعصي أمر الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى بعض الآيات التي جاءت في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فبدلا من أن يصبروا ويدعوا الله عز وجل أن يرزقهم، أخذوا يفكرون في حيل يتمكنون بها من الحصول على السمك يوم السبت، ذلك اليوم الذي اختاروه أو قبلوا به ونهوا عن الصيد فيه، ولكن على شرط ألا يعصوا الله عز وجل وأمره، وذلك لخوفهم من العذاب، لأن نبيهم أخبرهم أنهم إن تعدوا على الله عز وجل وأمره واصطادوا يوم السبت فسيقع عليهم عذاب شديد من الله عز وجل، لذا ظلوا يبحثون عن حيلة ظنا منهم أن بإمكانهم أن يحتالوا على الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، إلى أن جاءوا بحيلة شيطانية ماكرة أخذوها من رجل من أهل القرية كان قد اشتهى أكل السمك، فذهب إلى الشاطئ يوم السبت حيث يكثر السمك هناك، ثم أخذ بسمكة كبيرة وربطها بحبل في صخرة في وسط البحر، ثم عاد إلى بيته، ولما جاء فجر يوم الأحد ذهب إلى الشاطئ فوجد السمكة في مكانها كما هي، فأخذها إلى منزله وأخذ في شوائها، فما إن انبعثت رائحة السمكة إلى جيرانهم انطلقوا إليه مسرعين، فسألوه كيف فعلت هذا؟ فأخبرهم بما فعل، وهنا اندهش القوم وتعجبوا من صنيع هذا الرجل، فانقسم الناس إلى ثلاثة فرق: الأولى استحسنت صنيع هذا الرجل وقالت إنها لفكرة عظيمة، كيف لم نفكر في هذا من قبل؟ ثم فعلت هذه الفئة مثل ما فعل الرجل، بل وأخذوا يبتكرون المزيد من الحيل، وأتوا بأفكار جديدة، حيث عمد رجال منهم فحفروا الأحواض حول البحر ومدوا إليها أنهارا وخنادق، فإذا جاءت ليلة الجمعة فتحوا تلك الأحواض التي حفروها،
فإذا جاء صباح السبت وجاءت الأسماك سقطت في الأحواض والخنادق، فلا تستطيع الأسماك الخروج منها لبعدها عن البحر وقلة الماء. فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، بل وقيل إنهم كانوا يضعون شباكهم وفخاخهم للأسماك يوم الجمعة، فتأتي الأسماك يوم السبت كالعادة وتقع في الفخاخ فيجمعونها صباح الأحد. فبذلك يتظاهرون أنهم لم يعملوا يوم السبت الذي نهاهم الله عز وجل عن العمل فيه، وبالتالي فقد التزموا ظاهريا بأمر الله ولم يصطادوا يوم السبت. أما الفرقة الثانية من أهل القرية فقد استنكرت ما فعله هذا الرجل وما فعلته الفرقة الأولى كلها من تحايل على أمر الله عز وجل، بل نهتهم هذه الفرقة عن ذلك وامتثلت أمر الله عز وجل ولم تصد يوم السبت ولم تحتل لذلك يوم الجمعة. أما الفرقة الثالثة من أهل القرية فلم تعص الله عز وجل ولم تفعل ما فعلته الفرقة الأولى، إذ لم تصطد يوم السبت ولم تحتل الحيل يوم الجمعة ولم تستحسن ما فعله الرجل، لكنها سكتت عن المعصية ولم تنهى الذين وقعوا فيها عنها، بل حاولوا إسكات الدعاة والمصلحين الذين ينهون عن السوء من الفرقة الثانية، وقالوا لهم لما تدعوهم وإنهم لن يؤمنوا مهما دعوتموهم، لكن الدعاة لم يستمعوا إلى كلام الفرقة الثالثة وقالوا سنستمر في دعوتهم حتى وإن لم يؤمنوا، حتى نكون حجة عليهم يوم القيامة ونبرئ أنفسنا منهم أمام الله عز وجل ولعلهم يرجعون. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وظل المصلحون من أهل القرية ينهون هؤلاء القوم عن فعلتهم هذه حتى لا يقع بهم العذاب، ولكن لم يستمع إليهم أحد، بل وازدادوا كفرا وتجرأوا على الذنب أكثر، وذلك أنه قد مضت فترة منذ أن بدأوا فعلتهم هذه ولم يقع عليهم العذاب كما أخبرهم نبيهم، فاغتروا وأخذوا يحتالون على أنفسهم ظنا منهم أنهم يحتالون على الله، وقالوا ما نرى السبت قد حرم إلا على من سبقنا لأنهم قتلوا أنبياءهم، أما نحن فقد أحل لنا. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولما رأى أهل القرية المصلحون إصرار الكفار الفاسقين على هذه المعصية قالوا والله لنخرجنهم من القرية ولا نساكنهم، فخرجوا وحاصروا القرية بأسلحتهم يمنعون هؤلاء الكفار من دخولها، فقال لهم الكفار إن القرية لنا ولكم ولا حق لأحد بأن يمنعنا من البقاء فيها أو تركها لكم، فإنها موطننا ورزقنا فيها فلا سبيل لتركها، وإن صممتم على رأيكم فلتقاسمون القرية ونبني سورا بيننا وبينكم وليفعل كل منا ما يريد. فوافق المؤمنون على هذا الرأي وقسموا القرية بينهم بجدار يحول بين هؤلاء وهؤلاء، ومكثوا على هذه الحال سنين، فانشغل الكفار بلهوهم وعصيانهم لله عز وجل وزادت أموالهم وأولادهم وازدادوا في الكفر والغي أكثر وأكثر، بل وكانوا إذا رأوا المؤمنين استهزأوا بهم وسخروا منهم، إلى أن جاء ذلك اليوم الموعود، ذلك اليوم الذي خرج فيه المؤمنون من أهل القرية إلى الشاطئ، فلم يجدوا أي أحد من الكفار قد خرج إلى الشاطئ كعادتهم، فتعجبوا من أمرهم وأخذوا يتساءلون عجبا أين اختفى أهل هذه القرية لا نرى أحدا منهم، فأرسلوا رجلا منهم ليستطلع أخبارهم، فما إن وصل هذا الرجل إلى الجدار الذي يفصل بينهم حتى صعده لينظر ماذا حدث،
فلما صعد الرجل الجدار أخذ ينظر، فلم يرى أحدا من أهل القرية، لم يرى أحدا قد خرج من داره. ولكنه عندما دقق النظر أكثر فقد وجد أن أحد البيوت مليئة بالقردة والخنازير، فدقق النظر أكثر إلى بيت آخر فوجده مثل سابقه، ففزع مما رأى وأسرع إلى جماعته ليخبرهم بما رأى. فلما أخبرهم أصابتهم صدمة وظنوا أن الرجل قد أصابه الجنون، فانطلقوا مسرعين ليتحققوا من هذا الأمر. فما إن دخلوا القرية وفتحوا الأبواب حتى وجدوا جميع أهل القرية قد أصبحوا قردة. فكان المؤمن يذهب إلى بيت قريبه من الفاسقين فلا يرى فيه إلا قردة، فيسأله: هل أنت فلان؟ فيذهب القرد إليه ويشم ثيابه ويقول برأسه: نعم، وهو يبكي. فيقول له: ألم أنهك؟ فيقول: بلى. فيشم ثيابه مرة أخرى ثم يبكي. وهذا يدل على أنهم كانوا في أجساد القرود ولكن بعقول البشر. وفي هذا حقا عذاب بئيس. قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قيل إنهم ظلوا على حالهم هذه فترة بسيطة من الزمن، قيل إنها 3 أيام، حتى بعث الله عز وجل عليهم ريحا ومطرا وإعصارا فقذفهم في البحر فماتوا جميعا كموت نفس واحدة. وقيل إن الفرقة الأخرى التي لم تعتدي ولم تنه عن المنكر نالها العذاب أيضا، لأنها غفلت عن حقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي واجب وفريضة إسلامية. وقال البعض إنها لا يعرف مصيرها، لأن الله عز وجل سكت عنهم لما سكتوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لذا فالدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بما يستطيع من علم وقوة ووقت ومال وغير ذلك. والدعوة ليست معناها الصعود إلى المنبر ومخاطبة الناس فقط، فمعاونتك للخير دعوة، قول الحق والصدق دعوة، نشرك للحق دعوة، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بما تعلم دعوة، وأيضا مشاهدتك لهذه الحلقة ونشرها ليتعلم غيرك دعوة. فأنت بهذا تساعد على نشر الحق وتكون ممن يدعون إلى الله عز وجل ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذا فكن إيجابيا وممن يدعون إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن الذي يقول هلك المسلمون سيكون أهلكهم، أو فهو الذي أهلكهم. وذلك لحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. لذا كان عقاب من سكت عن من فعل ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر أن عاقبهم الله عز وجل باللعن على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقد اختلف العلماء في عددهم، فقيل إنهم كانوا 100,000، 12,000 فقط لم يعتدوا في السبت وهلك الباقون، وقيل لا بل كانوا 70,000، 12,000 منهم فقط لم يعتدوا وبقيتهم هلكوا. وننتقل الآن إلى قصة أصحاب القرية. أولا، من هم أصحاب القرية؟
أصحاب القرية قال بعض العلماء هم قوم سكنوا في مدينة أنطاكيا في تركيا حاليا، وكان هؤلاء القوم يحكمهم ملك متجبر كافر كان يعبد الأصنام من دون الله عز وجل، فكان متخذا لنفسه صنما ووثنا، وكان يجبر الناس على عبادته من دون الله. وكان أهل تلك القرية جاهلين بالدين ويتبعون أمر ملكهم هذا، فكانوا يعبدون الأصنام ويقدمون لها القرابين. فلما ازداد كفرهم وشركهم وضلالهم أرسل الله عز وجل إليهم رسولين من عنده لكي يدعواهم للإيمان بالله تبارك وتعالى وترك عبادة الأصنام، إلا أن القوم سخروا منهما وكذبوهما، فأرسل الله تبارك وتعالى رسولا ثالثا من عنده ليدعمهما ويساعدهما في الدعوة. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فبدأ الرسل الثلاثة يجوبون أنحاء القرية يدعون الناس فيها للإيمان بالله تعالى وحده لا شريك له، ويخبروهم أن الله تعالى بعثهم إلى القرية ليخرجوا أهلها من جهل عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. إلا أن القوم لم يستجيبوا لهؤلاء الرسل، بل كذبوهم بدعوتهم وقالوا لهم: كيف نؤمن لكم ونحن ما نراكم إلا بشرا مثلنا؟ حالكم كحالنا، تأكلون مما نأكل وتشربون مما نشرب، وإنه لم يرسلكم الله لنا كما تقولون، بل أنتم قوم تكذبون. قال الله تبارك وتعالى: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وهذه الحجة التي يتبعها المشركون والمجرمون والكافرون في كل عصر، فكلما أرسل الله عز وجل رسولا إلى قوم يكذبونه ويردون عليه: كيف لبشر مثلكم أن يهدون ويدلون عما كان يعبد أجدادنا وآباؤنا؟ فرد عليهم الرسل الكرام فقالوا لهم: يكفي أن الله عز وجل يعلم أن إليكم مرسلون، فنحن ليس علينا كرسل إلا البلاغ المبين، وإننا غير مسؤولين عن نتيجة أفعالكم. قال تعالى: قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. وأصر الرسل الثلاثة على استكمال دعوتهم عسى أن يؤمن منهم أحد، لكن القوم الكافرين استمروا على تكذيب الرسل وإهانتهم، فأنزل الله عز وجل في بادئ الأمر عقابا عليهم بحجب المطر لعلهم يتعظوا ويعودوا إلى رشدهم، لكن القوم بدلا من أن يؤمنوا ازدادوا كفرا وضلالا، بل جحدوا بالله تعالى وألقوا اللوم على الرسل الثلاثة، فقالوا لرسلهم: إنا قد تشاءمنا منكم ومن دعوتكم هذه، قد غضبت علينا آلهتنا بسبب دعواتكم فمنعوا عنا المطر. ثم أخذوا يهددون الرسل الثلاثة عليهم السلام بالقتل إن لم يتوقفوا عن دعوتهم. قال الله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فرد عليهم الرسل بأن رزقهم قد منعه الله عز وجل عنهم بسبب طغيانهم وإسرافهم في الكفر، وأن الله تبارك وتعالى هو من يرزق عباده ويحفظهم، فتلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل لا تضر ولا تنفع. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا طائركم معكم
أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وهنا ضاق أهل القرية ذرعاً بهؤلاء الرسل الكرام، أهل القرية الذين رفضوا الإيمان بالله عز وجل وتصديق الأنبياء في دعوتهم، فقد كان الضلال والكفر يسيطران على أصحاب هذه القرية باتباعهم أمر ملكهم دون تفكير أو تدبر أو تعقل، حتى لو كانت أوامر هذا الملك هي الكفر بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان، فظلوا على كفرهم وتكذيبهم هذا، لدرجة أنهم حاولوا قتل الرسل الثلاثة لترضى عنهم الآلهة. وبينما هم على حالتهم هذا، جاء رجل كان من أهل القرية، قيل إنه يدعى حبيب ابن آموري، وكان معروفا بينهم بحبيب النجار لأنه كان يعمل نجارة، وعرف أيضا بمؤمن آل ياسين، نسبة إلى أن قصته ذكرت في سورة ياسين. وكان هذا الرجل يسكن في أطراف المدينة لأنه كان مؤمنا بالله عز وجل، فاعتزل القوم الكافرين إذ عمد إلى غار بأطراف المدينة حتى يكون بعيدا عن ظلم وجحود أصحاب هذه القرية وعن الملك الظالم الذي كان يجبر الناس على عبادة الأصنام. فما كان من هذا الرجل المؤمن إلا أن ترك كل شيء ليعيش وحيدا منفردا يعبد الله عز وجل. وقد قيل عن هذا الرجل أنه كان مؤمنا ذا صدقة يجمع كسبه، فإذا أمسى يقسمه إلى جزئين، فيطعم جزءا أولاده ويتصدق بالجزء الآخر. فلما أجمع قومه على قتل الرسل الثلاثة الذين أرسلهم الله عز وجل إلى قومه، بلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة الأقصى البعيد، فجاء المؤمن راكضا مسرعا إليهم يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى اتباع المرسلين. فسأل قومه مندهشا متعجبا: لماذا لا تؤمنون بهؤلاء الرسل الكرام وهم يدعونكم إلى عبادة الله، يدعونكم إلى الخير والصلاح دون أي أجر؟ أتريدون قتل أشخاص يريدون لكم الخير والهداية؟ يا قوم ألا تتقون؟ قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وأخذ هذا الرجل المؤمن يذكرهم بالله تعالى وضرورة الإيمان به وتوحيده، وأن تلك الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر، ثم توجه بعدها إلى الرسل الثلاثة وقال لهم أمام قومه دون خوف منهم أو من ملكهم الظالم، قال لهم: اشهدوا بأني قد آمنت بربكم الذي تدعون إليه، واسمعوا يا قومي، إني قد آمنت بالله الذي خلقني، فآمنوا كما آمنت، فتلك الأصنام لن تشفع لكم ولن تنفعكم. قال الله عز وجل مخبرا لنا عن موقف هذا المؤمن ومقالاته: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فما كان من قومه إلا أن رفضوا سماع كلامه، بل قاموا بقتله دعسا بأقدامهم لشدة غضبهم مما فعل، وأنه تحداهم وكفر بآلهتهم وأعلن الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويقال بل إنهم رجموه حتى الموت. فما كاد الرجل أن يموت حتى بشرته الملائكة بأن مثواه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال الله تبارك وتعالى:
قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلما رأى هذا الرجل جزاء الإيمان بالله عز وجل، تمنى بعد موته أن يرى قومه الكافرون كيف كافأه الله عز وجل وجعل من الجنة بيتا ومثوى له ليؤمن ويكون مثله، وذلك لشدة طيبته وتسامحه. ولكن الكفر كان قد تمكن من قلوبهم وسيطر الشيطان عليهم، فكان انتقام الله عز وجل منهم شديدا لكفرهم وقتلهم المؤمنين دون حق. ولكن السؤال الآن، ماذا فعل الله تعالى بهؤلاء المجرمين وكيف انتقم منهم؟ قال بعض المفسرون إن الله عز وجل أرسل عليهم جبريل عليه السلام فأخذ بعضتي الباب الذي كان مدخل قريتهم، ثم صاح بهم صيحة واحدة فخمدت أصواتهم وتوقفت قلوبهم ولم يبق منهم عين تطرف، فكان هذا هو العقاب الإلهي لأهل تلك القرية الكافرة الذين ظلموا أنفسهم وعادوا الله عز وجل ورسله. قال الله تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أي إن الله تبارك وتعالى لم ينزل على هؤلاء المجرمين جنودا من عنده، فهم أقل وأحقر من ذلك بكثير. وإلى هنا أعزائي المشاهدين تكون قد انتهت حلقة اليوم مع أكثر الأقوام كفرا وأشدهم ضلالا على مر التاريخ. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.